موسى، هو احنا ما بدأناش الفيديو ليه؟ ايه ده؟ في ايه؟ هو اللي بيحصل؟ ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ ما احنا فين دلوقتي؟ لقد اصبحنا في عالم ثنائي الابعاد. نعم، احنا ليه بقينا 2D كده يا موسى؟ لا اعرف يا صديقي، ولكن اعتقد اننا سوف نتحدث عن شيء اخر لا اعلم ما هو. يا اسطى انت مالك قلب باظ يطير كده؟ لا اعرف. موسى انا هقفل الفيديو على دماغك دلوقتي لو ما قلتليش ايه اللي بيحصل. عشان احنا بقينا في عالم يوجي. بقينا في عالم يوجي يو 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 يو. يا بتنادي مش كفايه وديتنا عالم 2 دي؟ بيو 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 بيو. محمود دي مسدس اهو. صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ موسى ودانا في عالم 2 دي، مش عارف انا كام حاجه جديده، حاجه ما اتكلمناش عنها قبل كده. ايه دي؟ كنا في امان الله قاعدين، لقيت موسى بيطلع حبه كوتشينه و مش كوتشينه بقى بيلعب. عشان دي مش كوتشينه، دي مبارزه الوحوش. لو سمحت اتفضل. طلع حبه كوتشينه وعمال بيلعب هو وجون وعمالين بيعلوا على بعض، وانا هعلم عليك. لا انا اللي هعلم عليك. فانا فاكر في سباق، قلت قاعدين بيتونوا عشان نازلين سباق بعد شويه، فببص كده يتفعل كوتشينه. بعدها ركزت اكتر، حسيت بفجوه زمنيه. ده ميرك بقى، ميرك كده بدا يسيطر عليك. طب فجوة زمنية زي بتاعت لما قررنا ان احنا نرجع للعربيات سابق الاحد، وقعت جوه فجوة فلقيتهم بيلعبوا بكروت يوجي يوجي يو. عايزك تخلي بقى المزيكا بتاعت ترا بتاعت دي تطلع لما اكتشفت ده الكلام ده من فترة ان لا في يوجي يو في مصر، وان في لعيبة، وان في ناس عاملة شغل عالي جدا جدا جدا. سيب بص في حياتك. ده اسمه هبوط بس يشيك. لو انتم مش عارفين، لو انتم من الفولورز بتوعنا على صفحه الحقيقيين اللي بيحبونا واللي احنا بنحبهم، في يوجي يو كومبيتيشن في مصر من كونامي. اللي بيعمل الكلام ده هم كايبا كارت، هم من الطف ومن اذكى الناس اللي ممكن تتعامل معاهم. ناس بيفكروا استراتيجي. ايه انت عايزني في حاجه؟ فيعني اكتشفت ان في حوار، بس اكتشفنا مش اي حاجه، فاضطريت ان انا احاول لموسى فهمني، وتش ما بتحصلش خالص، انا فاهم اكتر منه. فبعد ما خلصنا قلت له مش جايب، بس انا عايزك تقول لي قصه الفيديو. فموسى بتعمل دوشه في المايك، في مايك. بص انا هقول لك يعني الموضوع ببساطه عشان هو موضوع كده. سليمان ده مش كباريه. اللي ما يعرفش يوجي هي عباره عن ايه؟ لعبه مبارزه وحوش. اللي ما يعرفش يوجي يخرج من الفيديو من الاخر يعني. اما مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، بس خليك مع العربيات. لعبه ده الثانيه العربيات يا عم، سيبنا اشرح بقى. هي اللعبة دي يابانية، عملتها شركة اسمها كونامي، وبالمناسبة دي الشركة اللي عاملة برو ايفوليوشن سوكر اللي هي بي اس بتاعت الكورة. أنا مش في الكورة. اللعبة دي بتعتمد على إيه؟ اتنين بيبارزوا بعض بمجموعة من الكروت، بيبقى فيه على حسب التورنمنت أو حسب اللعبة اللي بيلعبوها بيبقى متحدد عدد الكروت دي إيه؟ الأرض، الفيلد، ده المكان اللي بيلعبوا عليه. في بداية الفيلد من قدام المكان اللي بيتحط فيه الوحوش، وفي الفيلد من ورا المكان اللي بيتحط فيه السبيل والتراك كاردز. فين السيف؟ سيف ايه؟ الاخضر اتكسر. لا دي مبارزه مختلفه، مبارزه احنا مش هي زي الشطرنج، فاهم حاجه؟ اللي هو عساكر وملك ووزير وكده، هي نفس الستايل. بص انا فاكر الكرتون يعني، ما تعمليش على اني مش من جيل. طيب الموضوع ببساطه على الارض ان انت الكروت اللي انت بتظبطها يعني على اساس ان دي تبقى دي الكروت بتاعتك، بتتونها زي العربيات. تمام، بتبقى عامل حسابك ان الكروت دي هي اللي هتسعفك في الفيلد اللي هي زي التراك. تمام، فانت المنافس بتاعك ده زي المنافس بتاعك هناك برضو عامل نفس الكلام في مجموعه الكروت بتاعته. ده لو كلاسيك. في الحاجات بقى اللي بعد كده في السينكرو والاكس واي زي والحاجات دي انا ما بحبهاش بالمناسبه، جون بيحبها. لو عايز حد يشرحها لك نجيب جون يشرحها لك. موسى انت بتشرح لي على اني فاهم. ماشي، خد معايا بالراحه كده واحكي لي بالراحه. انت قلت في كروت. ايوه، في سبيلز. ايوه، في مونسترز. حلو كده. وفي ترابس. ترابس ده فخاخ. بالظبط، هما الكروت كلها في الدنيا كلها عباره عن ثلاث حاجات. وحوش. وحوش. فخاخ وسبيلز. سبيلز اللي هي ايه؟ سبيل. تعويذ. انا عارف ايه سبيل. قول لي تعويذ. تعويذ. كروت تعويذ. الصلاة على النبي. بالظبط كده. الصلاة على النبي. بقول لك انت مش عاجبني. ايه؟ انت مش عاجبني. يعني اعمل ايه؟ تطلع؟ انت قصدك كده يعني؟ انت عايز تطردني؟ Thank you.
ازاي؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام انت. المهم بعد ما خرجنا موسى من الفيديو وهو واقف ورا الكاميرا عمال بيقول اكشن، ففخاخ تعاويذ وحوش هجوم دفاع نقط. يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه، موسى ورا الكاميرا بيرقص. انا هصورك. بص، هي لعبه يوجي هي التاريخ بتاعنا، طفولتنا كلها بدات بيوجي، مفيش حد ما يعرفش يوجي. اللعبه مستمره لغايه دلوقتي، اتطورت كتير عن الاول. في ناس لسه بتحب تلعبها بالستايل القديم، وناس بتحب تلعبها بالستايل الجديد زي العربيات بالظبط. في حاجات كلاسيك، في حاجات مودرن، في حاجات فاللعبه حلوه جدا، تشغل فيها دماغك، بتطور الاستراتيجي بتاعتك اللي بتلعب بيها. فهو الموضوع قايم زي ما احنا بنعمل في الميني فوت ويل درايف، قايم على ان انت ازاي بتفكر انك تعمل حاجه تكسب بيها. بالظبط، هي الكروت كلها انت بتختار مجموعه، المجموعه دي من 40 ل 60 كارت ماكسيمم. المجموعه بتاعتك دي بتقسمها بين وحوش وفخاخ وسحر، بحيث ان انت لما بتيجي تلعب قبل ما تبدا بتشفل المجموعه بتاعتك، بتفنط المجموعه بتاعتك. النبي عربي يا جدع، بتفنط كده تك 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 تفنط. بص، كل كارت اللعبه بيبقى ليه حاجه، يعني الوحوش بتتقسم لكذا نوع، يعني في عندنا الفيوجن، في عندنا النورمال مانستر، هنقعد ندور كتير الدنيا. اسمه ايه؟ ذا فيريس سي كينج. باين عندك يا موسى؟ الحمد لله. ماشي، وحش المانستر، وحش البحر التنيني العظيمي. بص، هو الوحش، كل وحش عندنا بيبدا بيبقى عنده نقاط هجوم ونقاط دفاع. ماشي، دي اللي بتحدد انت لما بتحدد انت هتنزله هجوم ولا دفاع. بتستخدم انهي واحده فيهم؟ فطول ما هو في حاله الهجوم بنستخدم نقاط الهجوم. بديهي. عندنا الوحوش نوعين، في افكت مانستر، ده مهم ان انت تقرا الكلام اللي تحت، وفي نورمال مانستر. النورمال مانستر انت مش مهم تقرا الكلام تحت، هو تعريف للوحش مش اكتر. يعني زي بتقول الطابيه مثلا، ولما تيجي تلعب شطرنج الطابيه بيكون عندها فيتشر بتاعه انها بتبدل مكانها مع حاجه. بتبدله مع ايه يا موسى؟ الطابيه حاجه. انا مش اكسبيرت، هي حاجه بس كده. كل وحش من اللي هم الافكت مانستر دول بيبقى ده. يعني كونامي عملت لعبه فعلا بتفاصيلها. ده بلو ايز التيميت دراجون. ده وحش كابل مميز. خط من النادي. اوه هتموتونا. لا 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 لا، الموضوع كبر عليا. انا هاخد من موسى بره الكاميرا كده يفهمني الموضوع ده بالراحه، بس انا عندي اناونسمنت مهمه اقوله لكم ونخش في باقي التفاصيل. كروت كايبا موجوده عندنا في الاستور. تيجي دلوقتي، تقدر تيجي دلوقتي في اي وقت من الاوقات تشتري كروت كايبا، وتقدر تحضر اي كومبيتيشن. دي كبيره زي ما كايبا قال، دي كبيره. بصوا، دي ليها قصه تانية كده انتوا عارفينها، سبيد دويل. هنبقى زي ما كايبا قال تاني فيديو تاني. كايبا بتاع تفاصيل، وانا بتاع اعلانات. انا الشركه السعوديه النهارده جايه تقدم لنا كروت يوجي يو من كايبا، تمام. وعايز ازود لكم ان النادي بتاعنا اللي هو على بعد خطوتين من هنا في الاسطول، النادي قدام شويه، في كومبيتيشنز، كومبيتيشن كبيره جدا هتتعمل، وفي خطط حلوه جدا للكمين بتاع يوجي، كبر التنين الازرق، في حاجات احمر. فانت ممكن تيجي تشتري كروت من عندنا، تنورنا في اي وقت. ممكن تيجي تلعب في الفيلد عندنا وتنورنا في اي وقت. حاجه حلوه جدا ان انت يبقى عندك مكان تقدر تيجي تلعب يوجي براحتك، هتلاقي ناس بتلعب يوجي وتنضم للكوميونتي، وتنضم للكوميونتي كلها. فهيبقى الموضوع حلو جدا، هيبقى نعرف نعلم من مستوانا، نعرف حاجات كتير قوي، ونعلي حاجات كتير قوي لما يبقى معاك حد تلعب معاه. هيبقى في كومبيتيشن كتيره جدا. والموضوع هينزل عليه تفاصيل اكتر. المهم يا كايبه، نقول لهم ايه؟ نقول لهم حط البيج في النوتيفيكيشن. حط البيج في النوتيفيكيشن. سلام. يا بالسلام. خد بالك انا ليه جريت؟ لان هو قال لي فاضل دقيقتين. سلام. خلاص خش يا عم.